سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، تقبل الله صيامنا وصيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نساء خالدات. في هذه الحلقة نتناول جوانب من السيرة المشرقة لصحابية جليلة لها مواقف وأدوار عز نظيرها. إنها أسماء بنت أبي بكر أخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما، وشقيقة عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. ولدت رضي الله عنها قبل الهجرة ب27 سنة، وقد كانت أسماء من السابقين الأولين إلى الإسلام. هي أسماء بنت أبي بكر، ولدت رضي الله عنها قبل الهجرة ب27 سنة، وقد كانت أسماء من السباقات إلى الإسلام. ولما هاجرت إلى المدينة المنورة كانت حاملا بعبد الله بن الزبير، فولدته قبل وصولها إلى المدينة، وكان مولده بقباء في شوال من العام الأول للهجرة. فكان عبد الله أول مولود للمهاجرين في المدينة، وقد استبشر المسلمون بمولده، حيث كانوا قد بقوا لفترة لا يولد لهم مولود، حتى قيل إن يهود المدينة سحروهم. حملت عبد الله أمه أسماء رضي الله عنها في خرقة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحنكه بتمرة وبارك عليه وسماه عبد الله باسم جده أبي بكر، وأمر أبا بكر أن يؤذن في أذنيه. لقبت أسماء رضي الله عنها بذات النطاقين بعد الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، وكان سبب ذلك اللقب أنها أعدت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولوالدها رفيقه في طريق الهجرة أثناء هجرتهما وقبل خروجهما من مكة، فلم تجد حينها ما تشد الطعام به، فعمدت إلى نطاقها أي خمارها فشقته نصفين، فشدت السفرة بنصفه وتطوقت بالنصف الآخر، لذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذات النطاقين. لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها العديد من المواقف الرائعة التي تنبئ عن رشاحة عقلها وحسن تربيتها. من هذه المواقف أنها شقت نطاقها ولفت به السفرة التي أعدتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولوالدها في طريق هجرتهما، فلقبت بذات النطاقين. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، أتت إلى بيت أبي بكر جماعة من قريش، وكان في من أتى معهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا عند باب دار أبي بكر رضي الله عنه، فخرجت إليهم ابنته أسماء، فقالوا لها: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ فقالت لهم: لا أدري. حينها لطمها أبو جهل بيده على خدها، فطرح قرطها من لطمته تلك. ولما خرج والدها أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حمل معه جميع أمواله، وقد بلغت حينها ما يقارب 5000 درهم. فجاء إليهم جدها لأبيها أبو قحافة، وكان حينها أعمى، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. فقالت له أسماء: كلا يا أبتي، قد ترك لنا خيرا كثيرا. فجمعت الكثير من الحجارة ثم وضعتها في ركن من أركان البيت كان أبو بكر يضع فيه ماله، ثم أخذت ثوبا فغطتها به، ثم أمسكت بيد جدها وقالت له: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. فوضع يده على الحجارة المخطاة، ثم قال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. قالت أسماء: لا والله، ما ترك لنا شيئا، ولكني لأردت أن أسكن غضب الشيخ بذلك. بويع ابنها عبد الله بن الزبير بالخلافة سنة 64 هجرية بعد وفاة يزيد بن معاوية، واتخذ من مكة عاصمة لحكمه، وبايعته الولايات كلها إلا بعض المناطق في الشام. ولكن خلافته لم تمكث طويلا، حيث استولى الأمويون على المدينة المنورة، وحاصره الحجاج بن يوسف الثقفي بأمر من عبد الملك بن مروان في مكة، فتخاذل عنه معظم أصحابه.
لما تفرق أصحاب عبد الله بن الزبير عنه دخل على أمه أسماء وقال لها: يا أماه، قد خذل الناس حتى ولدي وأهلي، ولم يبقى معي إلا اليسير، ومن ليس عنده أكثر من الصبر ساعة، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ فقالت: أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامضي له، فقد قتل عليه أصحابك، ولا تمكن من رقبتك يتلاعب بها غلمان بني أمية، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن قتل معك، وإن قلت كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين، كم خلودك في الدنيا، القتل أحسن. فقال: يا أماه، أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني. قالت: يا بني، إن الشاة لا تتألم بالسلخ إذا ذبحت، فامضي على بصيرتك واستعن بالله. فقبل رأسها وسألها الدعاء له، وانصرف عازما على مواصلة القتال. ولم تمض أيام حتى هجم الجيش على مكة، فقاتل قتالا شديدا حتى قتل يوم الثلاثاء ل17 ليلة خلت من جمادى الأولى سنة 73 للهجرة. بعدما قتل ولدها عبد الله بن الزبير كان قد ذهب بصرها، فأرسل الحجاج إليها فأبت أن تأتيه، فأرسل إليها رسولا يقول لها: لتأتيني أو لا أبعثن إليك من يسحبك بقرونك. فأبت وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. لما دخل الحجاج على أسماء بعد مقتل ابنها قال: كيف رأيتيني صنعت بعدو الله؟ فقالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. فقام الحجاج عنها ولم يراجعها، فبالغ ذلك عبد الملك بن مروان، فكتب إلى الحجاج يلومه في مخاطبته أسماء، وقال: ما لك ولابنة الرجل الصالح؟ وأمره بإنزال عبد الله بن الزبير والخشبة. فأخذت أسماء جثمانه وغسلته وحنطته وكفنته وطيبته وصلت عليه ثم دفنت. عمرت أسماء دهرا طويلا، وذهب بصرها وبلغت من العمر 100 سنة، وتوفيت بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير بليال، وكان قتله يوم الثلاثاء 17 ليلة خلت من جمادى الأولى سنة 73 للهجرة. واختلف في مكث أسماء بعد ابنها عبد الله، فقيل عاشت بعده 10 ليال، وقيل 20 يوما، وقيل 24 يوما. وكانت قد أوصت أهلها فقالت: إذا أنا مت فأجمروا ثيابي وحنطوني، ولا تجعلوا على كفني حنوطا، ولا تتبعوني بناري. وكانت آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة رضي الله عنها وأرضاها.